قال المؤلف رحمه الله: كلام أن الهمزة المطلقة شرط منع العارك. بسم الله الرحمن الرحيم. مما يمنع الصرف اجتماع العالمية والتأنيث بالهاء، فإن كان التأنيث بالهاء مطلقا منع الصرف، سواء كان الاسم ثلاثة أحرف أو أكثر من ذلك. فتقول: مررت بثوبة، مررت بهيبة. المؤنث بالهاء يمتنع صرفه مطلقا، واضح؟ كلام مؤنث بهاء مطلقة. وشرط منع العاري كونه ارتقى فوق الثلاث. إذا كان الحرف المؤنث دون 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 مؤنثا بغير الهاء، شرط منعه من الصرف أن يكون زائدا على الثلاث، كسعاد وزينب، واضح؟ فإن كان ثلاثي على ثلاث أحرف وسطها محرك، فإن حركة الوسط نشأ عنها ثقل عاد الحرف الرابعة فيمنع من الصرف، كسقر أعوذ بالله منها ولوى، واضح؟ أنا أقول: وشرط من الغالي يكون ارتقى فوق الثلاث. أو كجورة، جور اجتمع فيه التأنيث والعالمية والعجمة فامتنع من الصرف، وسقر أعوذ بالله منها اجتمعت فيها العالمية والتأنيث ووقعت على ثلاثة أحرف فنقص ثقلها لأن حروفها ثلاثة، ولكن نشأ عن حركة الوسط ثقل عاد الحرف الرابع الساقطة فمنع من الصرف قولا واحدا. أنا أقول إيه؟ القفة أو كجورة أو سقر أو زيد اسم امرأة إلا اسم ذكر، أو أن الاسم انتقل من الخفة إلى الثقل، كما لو سميت امرأة بزيد تقول مرأة بزيدة جالسة، واضح؟ إذا كان منقولا فإنه يمنع من الصرف قولا واحدا. نعم. وجهان في العديم تذكرا سبق وعجمة. الذي عديم تذكرا سابقا كهند وجمل ودعد ليست لم يسبق لها تذكير وليست أعجمية، ففيها الوجهان. فإن منعتها فالاجتماع علتين العالمية والتأنيث، وإن صرفتها فلأنها جاءت على وفق ما تبنى عليه الأسماء العربية الثلاثية والسكون الوسط فهي خفيفة. تقول: واجتمع المنع والصرف، منع الصرف والصرف، في قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسقى دعد في العلب. وجاني في العديم تذكرا سبق وعجمة كهندة، ومع ذلك المنع أحق. العجمي والوضع والتعريف مع زيدين على الثلاث صرف. يمنع الاسم من الصرف إذا جمع العالمية والعجمة. وشرط العجمة أن يكون الاسم أعجميا في لغة العجم، وأن يكون العجم قد وضعوه علما كإبراهيم ورستم وهرمز وإسحاق ويعقوب وهارون، وضعه العجم في لغتهم ووضعه علما. فإن وضعه العلم في لغتهم اسما وصار علما في اللغة العربية انصرف، كلجام وبندار وفرند. لجام معروف اسم عجمي، إذا سميت في اللغة العربية شخصا بلجام فإنه وإن كان من وضع العجم لكنه لم يضعوه علما فينصرف على الراجح، واضح؟ هذا ما نقوله. والعجمي الوضعي والتعريف أي العدل الممنوع من الصرف، إذا عبروا فيه عن العلم عبروا عنه بالتعريف، واضح؟ فوق كل ذلك. كذلك ذو وزن يخص الفعل أو غالب. كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا جمع إلى العالمية وزن الفعل. وزن الفعل شرطه أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، كشمر وجاء على وزن الماضي المبدوء بهمزة الوصل، كانطلق واستخرج، أو زاد خاصة بالفعل وضرب وشمر، هذه أوزان خاصة بالفعل لا تكون إلا في الفعل. مرحبا الله عليك. يمنع الاسم من الصرف في هذا. تفضل. وزن الفعل مع مرة بنا مع الوصفية، وكذلك مع العالمية، وكذلك مع العالمية. مع الوصفية العالمية يكون فقط أفعل. أفعل. وزن الفعل وزن الفعل أفعل 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 أفعل. نعم. بارك الله فيك. أفعل. هنا أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، كالماضي المفتتح بهمزة وصل، وكالمبني المجهول كضرب وقدم وشمر، هذا نوع.
النوع الثاني أن يكون على وزن يكثر في الأفعال كإصبع، إصبع بوزن يركب، وأبلم بوزن يدخل، وإثمد بوزن يضرب، أو كان في أوله زيادة ذاته معنى في الأفعال ولا معنى في الأسماء كيرمغ وأفكل اسم للرعدة، وأرنب لو سميت شخصا أرنب يمنع من الصرف لأن في أوله زيادة ذات معنى في الأفعال، الهمزة في أول الكلمة تدل على التكلم في الأفعال، والياء في أول الكلمة تدل على الغيبة في الأفعال، واضح؟ أنا أقول لك كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى، فإذا كان غير غالب كجبل، جبل سميت شخصا جبل ينصرف لأن فعل وإن كانت موجودة في الأسماء لكن موجودة في الأفعال لكنها موجودة في الأسماء أيضا بكثرة، واضح؟ وما يصير عالما من ذي ألف زيادة الحاقين فليس ينصرف، قال يمنع الاسم من الصرف إذا جمع العالمية وألف الإلحاق المقصورة، كما لو سميت شخصا علقة نوع من الشجر، وذفرة اسم للمكان الذي يعرق من الجمل، أها يعرق من الجمل، فالمانع له العالمية وألف الإلحاق المقصورة. قال وجه ذلك أن ألف الإلحاق تشبه ألف التأنيث في أن كل منهما مزيدة في آخر الاسم، وأنها تقع في مثال صالح لأوزان ألف التأنيث، فذفرة بوزن ذكرى، وعلقة بوزن قتلى، واضحة؟ أوزان ألف التأنيث المقصورة 12 وزنا سوى تأتيك، وألف التأنيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا والطولة ومرطا ووزن فعل جمعة أو مصدر نصر إلى آخرها، فهي دائما تقع على أوزان ألف التأنيث المقصورة وتشبهها في أن كل منهما زائدة غير مبدلة من أصل، أظهر؟ ولذلك كان عليه قالوا عن ابن مالك هنا كان عليه يقول ألف التأنيث المقصورة، لم يقل مقصورة ولم يقيدها بمثال، فلم يفعل كما فعل في الكافية، قال وألف الإلحاق مقصورا منع كعلقة إن ذا علمية وقع، كعلقة لم يقيدها بمثال ولا يقل. أما إذا كانت ألف الإلحاق ممدودة فإنها لا تمنع الصرف لأنها مبدلة من أصل، لو سميت شخصا بعلباء أو قوباء انصرف، واضح؟ أنا قوله ماذا النص مرة أخرى؟ وما يصير علما من ذي ألف زيادة الحق فليس ينصرف، اقرأ ولعلم منع صرفه إن عدل كفوعا للتوكيد أو كفوعا، العدل يمنع مع العالمية في ثلاث مواضع، والعالم يمنع صرفه إن عدل، وكذلك فعل في التوكيد أو كذو على، فتقول جاء النساء جمعة أو كتعة أو بصعة، قالوا هو معدول عن جمعاوات أو جمع، لأن أجمع على جمع، أفعل على فعل كأحمر وحمر، قالوا معدول، إذن وقع العدل. والتعريف قالوا هو يشبه العلم لأنه معرف بغير أداة، أو قالوا هو معرفة بنية إضافته إلى ضمير مؤكد، إذن اجتمعت فرعيتان، الفرعية اللفظية وهي العدل الذي تحققنا منه وقلنا هل هو عن فعل أو عن فعلات، والفرعية المعنوية وهي كونه يشبه العلم لأنه عرف من غير أداة أو أنه معرف بنية الإضافة إلى ضمير مؤكد. جاء النساء جمعة أي جميعهن، واضح؟ هذا جمع كفوعة للتوكيد، أو كذعل، ذعل علم، تقول جاء ذعل ورأيت ذعل ورأيت عمر ومرت بعمر، قالوا الفرعية المعنوية هي العالمية، والفرعية اللفظية أن نقدر أنه معدول عن عامر أو عن ذاعل أو أذعل وعن زافر في زفر وعن هابل في هبل، واضح؟ قالوا حملنا على ذلك شيئان، أولا لو لم نقدر العدل لجعلنا عدة علة الصرف العالمية وهي لا تمنع وحدها، ثم إن وجدنا أن الأعلام كثيرا ما تنقلها العرب من الصفات
فلنقد أن عمر منقول عن عامر. ولذلك فائدتان: التخفيف اللفظي، التخفيف اللفظي، عمر أخف من عامر، و وتمحض العالمية من أول الأمر. إذا قلت هذا عامر قد يظن أنه مكان عامر، وإذا قلت هذا عمر تعين أنه عالم. واضح؟ والعدل في الأعلام نقدره بقدر الحاجة، إذا وجدنا غيره فهو أولى. مثال ذلك: طوى ممنوعة من الصرف، فلنقدر أن مانعها العالمية والتأنيث. تتل ممنوع من الصرف، فلنقدر أن مانعه العالمية والعجمة. إذن هذه نجو إليه بقدر الضرورة، والأمر سهل. قالوا: مجموعها 15 كلمة. نظمها بعضهم، قال: إن رمت الضبط لما نقلوه إلى فعال، عمر زحل زفر جشم قذم جمح قزح دلف عصم ذعل وحجم بلع مضر هبل وتمتمم ما ذكره بل وتف. وما يصير على من ألف زين الحاقم، لا والعلى نصرف العذلة كذو على التوكيد أو كذو على، والثالث سحر. أقرأه: والعدل والتعريف مانعا سحر، مانعا خبر، والعدل والتعريف مانعا سحر. كذلك مما يمنعه الصرف اجتماع التعريف والعدل في سحر. إذا دل على يوم بعينه تقول: جاء زيد يوم الخميس سحر، كذلك أن تقول: جاء زيد يوم الخميس السحر، سحر. أظهر؟ فالعدل واضح عن التعريف بأل، والتعريف هو علم على علم على هذا الوضع على هذا الوقت من الليل. وإذا كان غير معين انصرف. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وهذا من قوله: إذا به التعيين وقصة يعتبر. في هذا العالم في هذا الباب يقال له تعريف. إذا تكلم عن باب الممنوع من الصرف وقلنا التعريف في اصطلاح الصرف النحوية، أن يقولوا في هذا الباب تعريف، وسوف أذكر لك السبب. سوف أرجع إلى المعارف. المعارف الموصول واسم الإشارة مبنيان، والباب من باب الإعراب، لا سبيل إلى ذكرهما هنا. الباب من أبواب الإعراب، واضحة؟ المضاف إلى أحدها، المضاف إذا كان ممنوعا من الصرف وأضيف يصرف، إذا ليس الكلام فيه، واضحة؟ المعرف بأل، الممنوع من الصرف إذا عرف بأل ينصرف، لا يبقى إلى العلم. المعارف استقصيتها لك كلها، واضحة؟ إذن إذا أطلق في باب الممنوع من الصرف التعريف المقصود به العالمية من بين المعارف الأخرى، واضحة؟